et Sabah à la Mosaïque FM. Mosaïque Plus, le mag de l'actualité. Ils y ont fait Mosaïque Plus. مجلس وزاري مضايق برئاسة رئيس الحكومة في نابل قرر تخصيص 25 مليون دينار للبلديات المتضرة في الفيضانات وخسائر الفلاحين والمؤسسات التربوية تقدر بالمليارات. إيقاف المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق الرحال عن العمل بعد تصريحاته المثيرة للجدل. لبوان مع دليل مصدق 7:30 متاع العشية. وإلى أي مدى توانسة عندهم ثقة في وسائل الأعلام الأرقام في سبر الآراء لمنظمة بر الأمان والسيفي. إلى أي مدى يثق التونسيون في وسائل الإعلام؟ شو آخر صبر أراء مهم اسمعوا لي ديتاي متاعو. إلى أي مدى عندكم ثقة فينا؟ إلى أي مدى يثق التونسيون في وسائل الإعلام؟ الصبر الأراء يجي من عند منظمة بر الأمان بشراكة مع سيفية مالك. حسب صبر أراء قامت به منظمة بر الأمان بالشراكة مع سيافي، فإنه ثلث المستجوبين يقولوا اللي هما ما عندهمش ثقة بالكل أو هي ثقة ضئيلة في وسائل الإعلام. وتم إجراء صبر الأراء هذا على المستوى الوطني بعينة تمثيلية تتكون من 1841 شخص. وعلى مستوى الانتظارات أو انتظارات التوانسة وتقييمهم للعرض الإعلامي، نلقاو 24% من المستجوبين يراوا لوسائل الإعلام ما تنقل كان أراء ومواقف، في حين 12% ينتظروا التعبير عن آراء ومواقف، و45% ما ينتظروا حتى شيء من وسائل الإعلام. في ممارستهم الإعلامية لاستقاء المعلومة يتوجه المستجوبين إلى القناة الوطنية الأولى بنسبة 31%، في حين يتوجه 22% منهم لقناة نسمة. ونلقاو أنه 30% من المستجوبين صرحوا أنهم ما يتوجهوش للتلفزة للبحث عن المعلومة، إلا أنه خلال الحملة الانتخابية لبلدية 2018 يقول المستجوبين أنهم اختاروا التلفزة الوطنية الأولى بنسبة 59%، ومن بعد تجي قناة نسمة بنسبة 31%، في حين أنه نسمة كانت قررت مقاطعة التغطية متاع الحملة الانتخابات البلدية. بالنسبة لدور الإعلام في بلدية 2018، صرحوا 80% من المستجوبين أنه وسائل الإعلام ما ساعدتهمش في اختيارهم لمرشح خلال الانتخابات البلدية. بالنسبة لسؤال حسب رأيك لأي حزب يقترح أو يقترب بالصحفيين أكثر، أجاب أكثر من نص تاع المستجوبين نداء أو النهضة، واللي هي الأحزاب المربوطة بالحكم، نداء تونس 34% والنهضة 15%، إلا أنه 17% يقولوا حتى حزب، و 27% يقولوا ما نعرفوش. كذلك حسب نفس صبر الآراء كان الفيسبوك مصدر المعلومة الرئيسي خلال الحملة الانتخابية بنسبة 41%، بعده تجي التلفزة الوطنية ب 19%، في حين كان صرح 15% أنهم ما تابعوش الحملة الانتخابية، و 12% يقولوا للنقاشات بين الأصدقاء يعتمدوها كمصدر رئيسي للمعلومة. كنا تحدثنا مع ممثل بر الأمان محمد الحداد بالتليفون بكري شوية ليسألناه على المفاجآت متاع الاستفتاء هذايا. حكينا على مسؤولية وسائل الإعلام في جهل بعض المواطنين ببعض التفاصيل كما المحكمة الدستورية، مجلة الجماعات المحلية وغيرهم من المستجدات على الساحة الوطنية. العديد من المسائل أو المحكمة الدستورية هذوما الكل العبيد قالوا النسبة الضئيلة تتراوح ما بين 4% و 19%، ومعين قالوا العبيد راهو تم تغطيتهم كيف ما يلزم. تم دي يعني نسب كبيرة برشا اللي فاجأتنا، كيف ما تجي تشوف مثلا مجال جماعات محلية، تم 68% من المستجوبين قالوا ما عندناش فكرة على شنو تحكي، 68% مجال جماعات محلية، هذا كمان حاجة تفاجأ برشا. أزمة نتاع مجلس أعلى القضاء كيف ما كانش العبيد ما كانوش يعرفوا على شنو قاعدين نحكيو. نقطة استفهام اللي طرحها السونداج هذا انه كيفاش احنا كصحفيين، على خاطر السونداج تم من طرف من اللي هي وسيله اعلام، وانا شخصيا صحفي بر امان وفي مع وسائل اعلام اجنبيه، يتطرح سؤال كيفاش احنا كميديا نلعب الدور نتاعنا في الديمقراطيه اللي احنا عايشين فيها. النقطه الاخرى في التضارب في النتائج. مثلا نجيو نشوفوا المستجوبين، قلنا لهم انتم وين تبعتوا الحمله الانتخابيه نتاع بلديه 2018؟ قالوا 59% تبعناها في التلفزة الوطنية. زين بعد تسألهم تقول من هم وسيلة باش تلوج على المعلومة الصحيحة، أنا هي قناة التلفزية اللي تتفرج عليها. تولي التلفزة الوطنية من تقريبا 60% تهبط 31%، وتولي ما عادش تفهم أنت، تقول بون سي بيزار علاش وصلنا هكا. ألوغ جوستومون هذا اللي يبهت شوية في بعض الأرقام، ومع رجاء وصلنا لفكرة أنه ما نصدق حد نسمع ولا ما نسمعش، نتفرج ولا ما نتفرجش. لو بوان فيغيو.